فريق العدالة والتنمية يشيد بالموقف الحاسم والناجز والسريع للحكومة المغربية في الموضوع ديال الاعتداء على الأخ والمواطن الصالح رزق الله من جماعة بني خالد وبالطبع بإقليم مجدة ومن خلاله الاعتداء على الدولة المغربية، وهذا من خلال طبع الأشياء اللي تفضل بها السيد الوزير، ثم الاستدعاء ديال السفير الجزائري في حينه والمتابعة على مدار الساعة للتطورات ديال هذا الملف وكذا الوضعية الصحية ديال هذا المواطن من خلال الجهات المختصة على مستوى مدينة وجدة. بعد قليل سينعقد لقاء لبرلماني الجهة لمتابعة الموضوع بالتنسيق مع رئيسي مجلس النواب وترجمة يعني الإرادة ديال الساكن على مستوى الحدود، وبالطبع هذا ما خصوش يمنعنا في الاستمرار في الموقف ديالنا يعني الثابت والمستقر والمتزن، واللي كيطلب منا إدانة ما ينبغي إدانته والمواجهة ديال ما ينبغي مواجهته من استفزازات ديال جهة داخل النظام الجزائري، واللي هكذا في كل مرة كدفع جهات إلى هكذا يعني بؤس. وفي نفس الوقت ينبغي أن نسعى دائما ومخلصين لبناء يعني علاقات ديال التكامل مع الشعب الجزائري الشقيق، ثم كذلك يجب أن نسعى في نفس الاتجاه لبناء الاتحاد المغاربي. هذو ثلاثة ديال الأشياء اللي من شأنهم أنهم يعالجوا يعني في المستقبل يعني هكذا اعتداءات للجهات اللي هي متنفذة في النظام الجزائري. شكرا.